السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج العقرب. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج العقرب، انا عايزاك تنزل في الكومنتات وتكتب لي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ونشوف مع بعض ايه التوقعات اللي عندك او ايه التبشرات او ايه الاحداث اللي عندك باذن الله. بسم الله تبارك الرحمن ما شاء الله يا برج العقرب. انت عندك حرف السبعة، حرف السبعة ده فيه خير ليك، يعني عايز اقولك انت عندك سبع خطوات، عندك سبع خطوات او سبع حاجات معينين في حياتك. اهو حرف السبعة، عندك سبع حاجات معينين في حياتك، السبع حاجات دول فيهم حاجات حلوة. عايز اقولك كمان ان انت مريت بمرحلة صعبة واخترت طريق مسدود، بس ربك موجود وحد هينور لك الطريق اللي انت اخترته باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. تفاءل خير يا برج العقرب، عشان انا شايفة لك امور حلوة جدا فيها خير وفيها رزق. مش عايزاك بس تركز على الامور السلبية، لأ، ركز على الطاقات السلبية. انا عارفة ان انت حاليا كاره حياتك ومش عارف تعمل ايه، وكاره كل حاجة في حياتك، مش عايز اي حاجة، لدرجة ان انت بتقول انا مش عايز اي حاجة بس الناس تسيبني في حالي. بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل في ايه؟ ليه بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل بالظبط في ايه؟ طيب بص يا برج العقرب، انت عندك واحدة ست تتمنى لك الشر، بتتمنى لك الشر. الشريك دخل في علاقة تالتة، الشريك دخل في علاقة تالتة وراح منك، راح منك. ايه اللي راح منك؟ الشريك ولا ايه بالظبط؟ طيب مين الفتيات العقرب اللي عندك، الخبيثات اللؤمات اللي مش كويسين؟ حصل لك مشاكل كتير يا برج العقرب، انت اكتشفت الخيانة، اكتشفت الخيانة يا برج العقرب، ولحد الان قلبك موجوع، انت قلبك موجوع ومحسود ومعمول لك سحر مشروب، وحياتك متلخبطه وحاسس بالتوتر، وحاسس انه مفيش حاجه عامله لك خير، حاسس بامور ملخبطه حياتك. في ناس كتيره جدا حاطه عيونها عليك، حاطه عيونها على رزقك، على تفاؤلك، على اي حاجه في الدنيا، رغم ان الناس حاسدك على حاجات انت مش متهني بيها. والله العظيم مقهور، مقهور، انت مقهور. زوجك اتجوز عليكي ولا زوجك خانك ولا ايه بالظبط؟ انت مقهوره، قلبك موجوع من صدمه. الاسحار لخبطت حياتك من اقرب الناس ليك، الغدر والخيانه كان من لحمك ودمك يا برج العقرب. عندك دخول محكمه وعندك قضيه بالخير باذن الله، وعندك تجمع اسري، يعني اشتياق لاطفال، او هتشوف اولادكم لو هم بعاد عنكم. مين الشخص اللي متوفي وانتوا زعلانين عليه؟ مستني حمل يا برج العقرب، مستني الذرية الصالحة. طب انت بتدعي ربنا بالستر، هل ترى الستر ايه؟ ستر الصحة ولا الشريك؟ طيب انت مستني ورق تسافر ولا مستني بشرة سارة؟ قولي انت مستني ايه؟ انت عندك طاقة ايجابية باذن الله. خلي بالك اخوات الشريك خاينين، اخوات الشريك خاينين. طيب قولي انت اتخانقتي او انت اتخانقت مع اختك او اختك؟ مين اللي قريبين منكم انتوا اتخانقتوا معاهم ونمتوا معيطين كمان، ولما نمتوا معيطين صحيتوا حسيتوا انه جسمكم وجعكم وحسيتوا بطاقة سلبية؟ مين الاشخاص اللي عندكم مصدر كده طاقة سلبية؟ انت خدت الفترة دي يا برج العقرب ان انت مش عايز تتعامل مع حد ولا عايز تتكلم مع حد، وبقيت حابب الوحدة جدا، وبتقول انا لو اتعاملت مع حد هكون غلط. مين برج الجدي؟ مين برج الجدي يا برج العقرب؟ طيب يا هل ترى انت بتسامح في حقك ولا بتسامح في ايه؟ انت مستني قرض، مستني فلوس جيالك، عايز تعمل عملية يا برج العقرب. انت حاسس بالوحدة وحاسس بالخنقة وحاسس ان الظروف كلها زي الزفت حواليك. طيب مين الشخص اللي انت اديته حبك وحنانك وطلع ما يستاهلش؟ يا هل ترى انت كنت بتتعامل مع حد من برج، او بتتعامل مع حد على السوشيال ميديا وظلمك وغدر بيك وسابك، او عمل لك بلوك مرة واحدة؟ بص يا برج العقرب، عايزاك تخلي بالك وتنتبه من الناس اللي هي جيرانك،
من اقرب الناس ليه. طب خلي بالك بقى برج العقرب، ارجع اقول لك تاني، اهل الشريك هم اللي فرقوك، اهل الشريك ظلموك، اهل الشريك ناس مش كويسه، وانت اختيارك كان غلط. انت حاسس ان حالك واقف اليومين دول، حاسس برج العقرب حاسس ان حياته واقفه ومفيش حاجه بتكمل عنده. طيب مين الشخص اللي كان مقرب منك ده؟ اذاك، اذاك اذى صعب. ليه فقدت الامل في حياتك؟ عشان كل اللي بيدخل في حياتك بيخونك، كل اللي بيدخل في حياتك بيخونك. مين اللي سرقك يا برج العقرب؟ حصل عندك سرقه انت. طيب قولي، انت لما كنت شايل مسؤوليه ايه اللي حصل؟ مين برج الحوت؟ مين برج الحوت عندك يا برج العقرب؟ خلي بالك السحر ده في بيتك، السحر ده في بيتك، السحر ده معمول لك من ناس مش عايزالك تكون مبسوط ابدا، ولا عايزاك تكون مرتاح. الخنقه اللي بتجيلك في صدرك دي من غير سبب، صدقني دي مشكله صحيه عالجها. بتبكي على فراق مين؟ انت بتبكي على فراق مين يا برج العقرب؟ ولا بتبكي من كتر الخيانات اللي انت عايشها؟ طيب انت في حاجة عايز تبيعها عشان تجيب حاجة تانية؟ بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل في مين تاني؟ مين الشخص اللي كان سند ليك وخذلك؟ مين الشخص اللي كان سند ليك وخذلك؟ انت اقرب الناس ليك برضو خانوك يا برج العقرب، ابنك، بنتك، اخوك، اخوك شريك حياتك، كل حاجه فيها طاقه سلبيه عندك وعندكم. لا انا شايفه لكم خير برضو، زي ما شايفه لكم شر شايفه لكم خير، شايفه لكم حاجات كتير حصلت من ازمه يعني ايه، انتوا بقيتوا مغلوبين على امركم. بص طب اقول لك على حاجه، مين حرف الام اللي عندك؟ مين حرف الام؟ ومين حرف العين؟ ومين الاشخاص اللي انت قطعت علاقتك بيهم؟ الحبيب خان وظالم وسرقك واكل حقك، بس ربك مش نسيك، من كل النواحي ربك شايفك وواقف جنبك. عندك امور حلوه جدا 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 باذن الله فيها تعويض. انت هتقف على ارض صلبه وهتدي كل اللي ظلمك، يعني انت هتكون شمعة منورة هتحرق اي حد يظلمك، صدقني يعني انت اتظلمت من اقرب الناس ليك، بس صدقني مش هتسيب حقك، مش هتسيب حقك. ابنك ده شخص مش كويس، خلي بالك. عندك طاقة تفكير يا برج العقرب، عندك طاقة تفكير، داخل على حرب او داخل على حاجة مهمة، انت داخل على حرب، لا اما مواجهه، لعتاب، لخناقه، لحاجه معينه انت داخل عليها او انت ناوي عليها من بدري. دايما بترفع ايدك لربنا وبتقول يا رب حسبنا الله ونعم الوكيل. نفسك تعرف راسك من رجليك، عايش في دوامه وعايش في حيره مش عارف لها اخرتها ايه. عيطت دايما، دايما بتعيط يا برج العقرب بس لوحدك، وما بتحبش حد يشوف دموعك ابدا. طب قولي انت خايف من مين؟ خايف من بكره ولا خايف من مين بالظبط؟ ايه اللي انت ايه الحاجه اللي انت خايف منها؟ يا هل ترى اخواتك اكلوا حقك وظلموك؟ عملوا لك طاقات سلبيه؟ كل اللي يدخل في حياتك يخونك، كل اللي يدخل في حياتك يخونك، محدش بيكمل معاك. ليه؟ عشان هم داخلين علشان خاطر مصلحه، هم مش داخلين علشان بيحبينك، لا هم بيدخلوا علشان خاطر مصلحه. ليه دايما مفيش اي حاجة بتكمل معاك يا برج العقرب؟ انت الخيانة اللي انت اكتشفتها كسرت قلبك ووجعتك. خلي بالك الشخص اللي انت بتحبه في علاقة تانية، دايما استغفر وخلي الاستغفار على لسانك. طيب ايه الشيء اللي انت بتفكر فيه نفسك يتحقق؟ ايه الحاجة اللي انت نفسك تحققها؟
طب ما انت عندك خطوه حلوه اهو، ما انت خلاص اهو دخلت على بر الامان، ما انت عندك خطوه حلوه من بعد الظلم والحسد والنفور اللي حصل، عندك فرحه حلوه وعندك ذريه صالحه باذن الله. انت احيانا بتحس بالتعب والارهاق، الحاجه اللي تحسها اعملها. مين الشخص اللي توفى، امك ولا ابوك ولا اخوك ولا اختك ولا مين ولا ابنك؟ مين الشخص اللي عايش وبتعتبره ميت وبتقول ده ظلمني وخني؟ مين الشخص اللي انت مش عارف تاخد حقك منه يا برج العقرب؟ مين الشخص اللي انت مش عارف تاخد حقك منه؟ ومين اللي ظلموك واكلوا حقك؟ مين يا برج العقرب؟ مين اللي ظلموك ومين اللي خانوك ومين اللي طعنوك؟ بس قولي. بإذن الله عندك انطلاقة حلوة، بإذن الله عندك فرحة خير وعندك اشتياق، بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى عندك تجمع أسري وعندك أمور كثيرة جدا حلوة. والحيرة، خلي بالك انت في ناس نزلت من نظرك في علاقات سامة، وفي حد من هنا من أبراج ترابية أو نارية حصلت خيانة أو سرقة، ومش برضو مش حابب تتكلم في أي موضوع علشان الحاجات دي بتعصبك قوي وبتضايقك لما انت بتتكلم فيها عن سرقة مالك أو سرقة فلوسك. فياريت تحط نقط على حروف وتشوف الحاجة اللي انت عايز تعملها. انت من جوه قلبك بتدور على الحب، من جوه قلبك بتدور على الحنان، بتدور على الاستقرار، جواك كركبة زي ما قلتلك ودموعك نازلة ليل ونهار بسبب حظك، ان حظك قليل. بإذن الله ربنا هيكبر بخاطرك وهيريحك جدا، عشان خاطر انت محتاج دعاء، محتاج حاجة تفرحك. انت بقالك سنين شايل حمل الحية والبومة الحقودة اللي بتعمل لك أسحار، ممكن تكون من الجيران المقربين لحياتك، ودي طبعا مش حبالك الخير، رغم ان انت ممكن تكون عارف مين اللي بيعمل لك أسحار وساكت. والألم اللي في المعدة ده انت كشفت أكتر من مرة، زرت الطبيب ومحدش فادك في أي حاجة. ياريت تخلي بالك من نفسك، ان شاء الله بإذن الله هيكون عندك حياة حلوة، هيكون عندك استقرار في مواضيع كتيرة جدا. بس لو في طرف تالت انصحك ان انت ما تخليش اي حد يتدخل في حياتك، ما تخليش اي حد ممكن يأثر عليك بأي طريقة. ازرع لنفسك الخير وما تتكلمش مع حد. في كمان هنا صلح، في صلح ان شاء الله الايام اللي جايه، وفي صديق، الصديق ده هتلاقيه حد كده واقف معاك وهيدعمك في طاقات كتيره جدا حلوه. في سر، يلا افرح، في سر اهو هتكتشفه، والسر ده من بعده هتعمل حاجات كتيره جدا، السر ده من بعده هتاخد قرارات في حياتك مختلفة عن اي موضوع. اختصر ناس في حياتك، اختصر حاجات في حياتك عشان التحسنات وعلشان خاطر الامور اللي عندك. اكتر الناس اللي دمرتك لاما اهلك لاما اهل شريك حياتك، لاما اهلك لاما اهل شريك حياتك دمروك وخذلوك، وكمان كانوا بيعايروك بحاجات انت ما عملتهاش. فياريت انت تهدي لي بالك الايام اللي جاية، عشان باذن الله ربك هينصرك. عندك زي ما قلت لك القرين ولمسة عاشقة، بتقفوا قدام المراية كتير، بتحبوا نفسكم اكتر، في حاجات بتعملوها ما ينفعش تتعمل علشان خاطر انتوا مش ناقصين، انتوا اللي فيكم مكفيكم، ولا محتاجين غدر ولا محتاجين خيانة، ودايما عندكم نفاق وظلم من ناس انتوا يعني ما عملتلهمش اي. مشكلتكم ان انتوا في حاجات ما بتعملوهاش وبتيجي عليكم، في حاجات انتوا ما بيكونش دعوة بيها مالكم، يعني حاجات انتوا ما تخصهم، يعني حاجات مش تبعكم خالص
وبرضه بتلاقوا الامور بتتبدل في هنا خلال الايام اللي جايه باذن الله بامر الله تعالى، هتكون في افضل حال وهتكون في قمه العليا، علشان انت عندك اجوبه، وزي ما قلت لك من بعد السر اللي انت هتكتشفه هتحط نقط على حروف. بس ابعد لي عن الكركبه، عارف الموضوع اللي شاغل بالك واللي نفسك ان هو يحصل، ان شاء الله باذن الله هتحصل معجزه من عند ربنا فقط لا غير، وما هتكونش مصدق الفرحة اللي انت هتكون فيها، وهتقول اخيرا ربنا عوضني، انا صبرت كتير وصبرت لحد ما اتوجعت واتظلمت واتخاب املي في ناس كتيرة جدا. كل المطلوب منك ان انت تعيد حساباتك، كل المطلوب منك ان انت تروق نفسك بنفسك، تهديلي بالك من الضغط النفسي اللي انت فيه، ومهما تكتشف خيانات وتكتشف غدر وطعنات، اتأكد ان ربنا بيحبك، اتأكد ان ملاش لو ربنا ما بيحبكش مفيش اي حاجة ممكن تعمل لك ازمة. فانت عندك فرحة، عندك تغيرات، عندك ازمة وتطلع منها، وعندك كمان طاقة فرج وتغيرات جذرية هتحصل لك في حياتك، وفي نفس الوقت هتعيد الحسابات اللي عندك، وهتاخد قرار حاسم صالب، وهتغير فيه من بعض الأمور اللي عندك مع تغيرات إيجابية وفرحة طال انتظارها. في حزن عندك وفي هم، الهم ده بيجري وراك، الهم ده مضايقك ومخليك مخنوق، يعني انت عندك بعض المؤامرات، عندك حصل عندك فشل اكتر من مرة في كذا موضوع، بس المدة اللي جاية هتثبت وجودك علشان هتبدأ حياة جديدة، وهيبقى فيه علاقة عاطفية متينة غير الاول، فاللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية. انت حاسس بالوحدة وحاسس ان انت منعزل وخاخد جنب بينك وما بين اشخاص، بسبب ان انت مش عايز تسمع كلمة تضايقك، مش عايز حاجة تخنقك، ومش عايزاك تكون متسرع في حكمك على حد او على نفسك، وياريت تعتذر لنفسك علشان خاطر انت اتأذيت بسبب قرارات غلط خدتها في حياتك. عندك هنا شفاء، شفاء من مرض، انت مريض، بس دايما اقول لك ان انت عليك ديون، عليك ديون، الديون دي كسرة ظهرك، الديون دي ده متعباك ومخنقاك، مخلياك واقف بينك وما بين حلمك، او واقف بينك وما بين اشخاص. انت طالب من حد فلوس، او انت ليك عند حد فلوس وما بيردش عليك، بتتصل بيه مش راضي يكلمك، في فلوس، في عندك حوار فلوس عندك الايام دي، يعني فلوس شغلة بالك رغم ان انت عندك انفراجات، بس دايما اقول لك ان انت عندك دوامة وعندك حيرة مع بعض الناس اللي في حياتك، مع بعض الاشخاص اللي واقفين بطريقة سلبية بينك وما بين هدفك. عندك مشكلة في قضية، مشكلة في ورق هيخلص، وده من صالحك، وانا قلتلك كده. عندك ست، الست دي شعرها طويل وفي علامة في وشها، الست دي دايما بتدعي ان هي بتحبك، لو مش موجودة في حياتك فهي هتظهر، هتظهر بالنيابة، صديقة، بحبيبة، او هي ممكن تكون ام شريك حد، هي ست عندك ياريت تخليلي بالك منها، وبلاش تفكر في حاجات كتيرة جدا تأذيك، يعني انت انا عايزاك تفكر في حاجات ايجابية، انت الايام دي مفكر في حاجات سلبية بس، والسلبيات دي لما بتفكر فيها بتأذيك، شايل هم وشايل مسؤولية اطفال، مسؤولية شريك، مسؤولية حد. ارباح عندك حلوة جاية لك، ارباح عندك حلوة، ما تقلقش، اللي انت منتظره هو اللي هيتحقق، الحياة اللي انت منتظرها هي اللي هتبدأها الايام اللي جاية، فانت ما تقلقش، ما تقلقش خالص، علشان انت عندك اعادة حسابات
وعندك بشرة حلوة، وهتكون محظوظ ان انت هتوصل لهدفك، بس العيون عليك ومحسوب. حاول ان انت تستفاد الفترة اللي جاية من بعض الاشخاص عشان تكسب المال اللي انت مستنيه، وبلاش تقفل على نفسك ببان، بلاش تقفل على نفسك ببان لحياتك، وبلاش العزلة. انا قلت لك ان انت عندك نجاح وعندك خير، فما تقلقش، وعندك طاقات إيجابية، وهتوزع على الآخرين، والمناسبتين اللي انت هتحضرهم دول هتكون أسباب عندك. بس ليه عندك خنقة؟ ليه مخنوق ومتضايق ومش طايق نفسك اليومين دول؟ يعني انت دايما رافع ايدك لربنا وبتدعي علشان انت حاسس بخنقة. هتطلع من الضيق والهم اللي انت شايله والحمل، انت متكتف وحس ان حظك قليل، حس ان انت مخنوق، فما تقلقش، عندك انفراجات وعندك حلم هتحققه، بس دافع عن نفسك، اطلع من الخنقة والضيقة اللي انت فيها، دافع، كمل، عافر، واطلعني من كل المشاكل السلبية اللي مسيطرة عليه. خروجك من السجن اللي انت فيه هيبقى انفراجات، انت بتسعى وبتجتهد وعندك حالة ركود، ما بتحبش قعدة البيت ولا بتحب تقعد كده، بتحب تشتغل، بتحب تعافر، فعشان كده ربنا هينصرك دايما وهيسعدك على الحاجة اللي انت بتتمنها. فالنجاح ده هيكون حلو. انت بص هنا عندك علامة نصر، علامة النصر دي هترفع الرؤية بتاعتك، هترفع الحلم بتاعك، بس عندك احلام مزعجة وكوابيس، احلام مزعجة عندك وكوابيس، الكوابيس دي مخلياك مخنوق، يعني الاحلام والكوابيس دي مخلياك مخنوق ومتضايق، حاسس ان انت عايش لوحدك، يعني حاسس ان انت عايش لوحدك، مفيش كلمة كويسة لقيها من حد، في ظلم، وظلم وقع عليك من حد كبير في السن، في حد وقع عليك منه ظلم، مش عاجباك القعدة بتاعتك دي، القعدة بتاعتك دي انت مش عاجبها، في حد عندك بيتكلم كتير، حد معاكم عليكم، حد بوشين، يعني شوية بيروح معاك وشوية بيجي عليك، حد بوشين وبيسمع لحد. انت هنا خلي بالك عندك سفر، وفي تعبان كبير جدا في حياتك، ومازال تعبان كبير جدا موجود في حياتك ومازال، وزي ما قلت لك انت خاتم خطوبة، خاتم زواج، في خطوبة عندك وزواج، لإما ليك لإما لحد في أرض بيتك، يعني ما شاء الله عليك انت عندك أخبار حلوة، عندك أخبار حلوة، بس حاول ترتب حساباتك، حاول ترتب أمورك، حاول تطلع لي من الخنقة والضيقة اللي انت فيها، عشان انت بتمر بسجن، بتمر بمشاكل سلبية مسيطرة عليك ومسيطرة على توقعات حياتك كلها، فانت ما تقلقش، انت هيكون عندك اخبار، رغم ان الفترة دي هي فترة ركود عندك، بتركض كتير جدا، فالوقت ده وقت ان انت تهتم بنفسك، وقت ان انت تشوف خطواتك وتخطيها صح، وخلي بالك انت عندك اعتذار، في حد هيجيلك او في اعتذار عندك، انت هتعتذر لحد او حد هيعتذر لك الايام دي، عشان في كلام بسبب اعتذار بمواجهة، والمواجهة دي انت اللي هتكون مستفاد منها. ما تعلنش الحرب غير لما تحس ان انت خلاص مستعد ان انت تحارب كل الدول اللي في حياتك، فما تقلقش،
وحافظ على نفسك، حافظ على نفسك من اشخاص بيحاولوا يطعنوا فيك. كل شخص هيطعن فيك، كل شخص هيخدعك، كل شخص هيظلمك، ربك هياخد لك حقك من اي حد ممكن يأذيك، من اي حد ممكن يعمل لك مشاكل سلبية. طول ما انت بتصلي وعندك ايمان بالله، صدقني مفيش اي حاجة هتأثر فيك ولا في اي حاجة ممكن تأذيك ابدا، مدام انت بتدعي ربنا في كل الاحوال. ان شاء الله باذن الله هتلاقي الاخبار الحلوة السارة هتعوم على حياتك بالكامل.